قراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني الكبير. مساء الخير أستاذ اللواء فاروق. مساء الخير، تحياتي لك يا أستاذ شريف ولأسرة الإعداد عندك. أشكرك، تحياتي لحضرتك وبنشكرك دايما، صوت مصري وطني عظيم بنسعد بيه أستاذنا. يعني سيادة اللواء فاروق، تحياتي. إنجاز لي السؤال بهذا الشكل، هل هذا الإقبال منقطع النظير من المصريين في اليوم الأول على استفتاء للتعديلات الدستورية هو بمثابة رد مؤلم وقاسي على أهل الشر؟ يقينا يقينا، أهل الشر الليلة هم في حزن ويقيموا مأتما لما قاموا به من إشاعات وما قاموا به من إحباطات بقصد أن الشعب المصري يستجيب لهم ولأزرعهم الموجودة التي كانت تبث السموم في جنبات البلاد، لكن الشعب المصري وخاصة عزيمات مصر كانوا على وعي كبير وخرجوا النهاردة بنجاح منقطع النظير وبكثافة غير عادية تمثل كل أطياف هذا الشعب. وهقول لحضرتك حاجة، أنا من مركز الدلنجات محافظة البحيرة، أيوة. وسافرت مخصوص علشان أدي صوتي، وكم كانت فرحتي لأهالي البحيرة وهم يخرجون بهذه الكثافة وهذا النجاح المنقطع النظير اللي أسلج صدري وجعلني في حالة سعادة من هذا النظرة والوقوف من الشعب أمام هذه العصابة الإرهابية والوعي اللي كان عليه الناس اليوم. وبقول لحضرتك بكرة هيبقى بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى أضعاف هذا اليوم، لأن في ناس برضو قال لك نخلينا بكرة لأن في زحمة أول يوم. صحيح. بكرة بإذن الله تعالى هيكون الإقبال أكتر والناس هتبقى نازلة بطبيعتها لأشغالها وهتروح تدي أصواتها، لأن الناس اللي في أجازة أجلت لبكرة على أساس إنها تروح تؤدي هذا الواجب. صحيح. الوطني تجاه الاستفتاء. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية.